معتصم صلاح من مرصد الأزهري للحقوق والحريات. طيب احنا النهارده بنشارك في المؤتمر رفضا للمحاكمات العسكريه للمدنيين وخصوصا الطلاب. احنا عندنا كمرصد الأزهري انا عم حصر بطلاب الازهر متحولين عسكريا، هم كانوا 20 طالب لحد امبارح، النهارده اكملوا 22 طالب محاكمات عسكريه. بعض الطلاب تم القبض عليهم من قبل صدور قرار محاكمه المدنيين العسكريين اللي بيعتدوا على منشات عسكريه، منهم طلاب متهمين بحرق ما يسمى كنترول الهندسه، وما فيش اي وقائع تثبت ان في كنترول الهندسه اتحرق. كان تم حريق في مبنى الدراسات العليا لكليه الهندسه، وده الطلاب كانوا شاركوا في اطفائه، وكانت الكليه اداره الكليه وجهت شكر للطلاب اللي شاركوا في اطفاء الحريق. بعد كده اتفاجئنا ان في بعض الطلاب اتقبض عليهم وقالوا ان في قضيه اسمها قضيه كنترول هندسه والطلبه دي متهمه بيها. في طلبه ثانيه محولين عسكريا تم القبض عليهم من الشارع من امام محل كريب في العاشر، اتفاجئنا بعدها ان هم تحولوا عسكريا. طب احنا ما ثبتش ان هم اعتدوا على اي منشاه عسكريه او اي منشاه حكوميه. بعض الطلاب اتقبض عليهم من داخل الجامعه من خارج الجامعه. كل ده حاجات احنا ما نعرفش ليه هم تحولوا محاكم عسكريه بسبب ده. هو الدوله تنفذ زي ما عايزه، لكن احنا موثقين والحصر اللي عندنا والتوثيق اللي عندنا بيثبت ان في انتهاك داخل السجون، وان في اعتقالات تعسفيه، طلبه وهي طالعه من على بوابه الجامعه، طلبه وهي من داخل الجامعه، طلبه من وهي ماشيه في الشارع خالص، كل ده اعتقال تعسفي. خالد علام من مرصد الأزهري لحقوق والحريات. احنا النهارده بنشارك في مؤتمر ضد المحاكمات العسكريه للطلاب والمدنيين خاصه الطلاب. جامعه الازهر من كان ليها نصيب في من ضمن الطلاب المحللين للمحاكمات العسكريه. عندنا 22 طالب من جامعه الازهر محولين للمحاكمات العسكريه في 8 قضايا. عدد الطلاب 22 طالب في 8 قضايا. معظم القضايا او التهم منهم اربع قضايا كانوا منتهيين قبل، منهم اربع قضايا محتجزين من قبل صدور القرار يوم 27 اكتوبر، وبعدين كان تم تحويلهم لمحاكمات عسكريه. معظم التهم الموجهه للطلاب تهم ما لهاش اي علاقه بالواقع ولا اساس من الصحه، مثل التجمهر وصاره الشغب وغيرها. انا ساره الشريف، عضوه مجموعه ليالي المحاكمات العسكريه للمدنيين. احنا بعد 4 سنين المحاكمات العسكريه للمدنيين لا زالت مستمره، بل بالعكس العدد بتاعها زاد، والقطاعات اللي بتتعرض للمحاكمات العسكريه زادت، ومفيش لحد دلوقتي اي قانون او اي حاجه ممكن تنصف المدنيين اللي بيتعرضوا للمحاكمات العسكريه. عندنا مدنيين لسه محكومين اتحكموا بموجب القضاء العسكري من 2011، ولسه لحد دلوقتي في السجن بيقضوا العقوبه بتاعتهم ظلم، ولحد دلوقتي لسه الناس بيتقبض عليها وتتحاكم عسكري، سواء طلبه او مهاجرين او لاجئين او اللي بيتقبض عليه من المهاجرين غير الشرعيين على الحدود وبيتحولوا للقضاء العسكري. بص انا ما اقدرش اتكلم عن ده من غير حالات حقيقيه. احنا كمجموعه ليالي المحاكمات العسكريه للمدنيين، احنا الحالات اللي بنقدر نوصل لها او نتواصل مع الاهالي بتاعتها لو تعرضت لاي محاولات اللي هو الاختفاء او الغموض، فهي الطريقه الوحيده او المضمونه ان هو يقدروا يوصلوا لاولادهم ان هم يقدموا بلاغ للنائب العام بيسجل تاريخ الاختفاء بتاعه والاختطاف بتاعه، عشان دي ممكن على الاجل الطويل تساعد في ظهور ابنه او تعمل وسيله ضغط، وكمان ممكن تبقى وسيله سابقه عن اصدار او تلفيق اي قرار من النيابه بالضبط واحضار الولاد دول. بص انا هقول لك على حاجه، من اول دستور 2012 لحد دستور 2014، ومهما طلع مليون قانون بينص على ان وجوب محاكمه المدنيين امام القضاء العسكري، فهو قانون او ماده دستوريه باطله، لان محاكمه المدنيين امام القضاء المدني الطبيعي هو حق يكفله الدساتير العالميه والاعلان العالمي لحقوق الانسان اللي مصر موقعه عليه ومطالبه ان هي تلتزم بيه. مش معنى ان القانون بيجيز حاجه غير دستور، مش غير دستوريه، غير ان هي حق للمواطنين، يعني مش معنى ان القانون بيجيز حاجه مش مسموح له ان هو يجيزها ان هي تبقى شرعيه، لا، اللي بيعمله حتى لو نصوا عليها في القانون وفي الدستور فما ينفعش ان انا احيل المدنيين للقضاء العسكري. غير كده الماده 204 اللي طلعت طبعا توسعت في اختصاصات القضاء العسكري اللي كانت طالعه في 2012، ووسعت اختصاصات وشملت الضباط وشملت ضباط المدارس، ضباط الطلبه اللي هم طلبه المدارس المدارس العسكريه، والعمال اللي بيشتغلوا في المصانع، العمال المدنيين اللي بيشتغلوا في المصانع العسكريه، وكمان شملت القصر وضباط المخابرات، اعفتهم من المحاكمه امام القضاء المدني. هند نافع، منسق برنامج المدافعين عن حقوق الانسان بمركز هشام مبارك. النهارده كنا عاملين مؤتمر بتاع
بالتعاون مع المفوضية المصرية لحقوق الحريات ومجموعة تلال المحاكمات العسكرية، بنكرر فيه رفضنا للمحاكمات العسكرية للطلاب والمدنيين عموما. احنا كنا طالبنا قبل كده في اللجنة التأسيسية للدستور اللي فاتت واللي قبليها ان احنا يبقى فيه مادة صريحة بتمنع محاكمة المدنيين عسكريا، لكن اللي حصل تم تجاهل المطلب تماما، وفوجئنا في الفترة الأخيرة ان تم إحالة عدد كبير جدا من المدنيين للمحاكمات العسكرية في قضايا مختلفة، والحصر اللي احنا عملناه واللي قدرنا نتأكد منه هم أكتر من 150 طالب تم إحالتهم مؤخرا في الفترة الأخيرة بس للمحاكمات العسكرية، و1300 واحد من بعد قانون وضع المنشآت تحت سلطة السلطة العسكرية. طبعا انتهاكات بنشوفها كل يوم ومحاكمات ظالمة. احنا كل اللي احنا بنطلبه ان المدني يتم محاكمته أمام قاضيه الطبيعي عشان نضمن محاكمة عادلة، حتى ده ما بنضمنوش دلوقتي في ظل ان القضاء بتاعنا قضاء مسيس.